ناجي، عمري 13، أول متوسط صفي، وعايش بغداد. هواياتي ألعب طابة، وأحب أتعلم الموسيقى، وألعب فيديو جيم. اسم مدرستي متوسط النخيل. أكثر درس أحبه هو درس العلوم. ما عندي أي مشكلة باسم أستاذ بالصف. حلمي من أكبر أصير طبيب أسنان. كان عمر ليت سنة اكتشفت أنه ما يستجيب للأصوات، وكانت هاي بالنسبة لي صدمة، وهذا دفعني للبحث عن حل بديل يعوض ليت عن حاسة السمع. بديت أبحث عن الحلول البديلة، ولقيت أفضل حل هو زراعة القوقعة. استشاريت عدة أطباء ومختصين بالسمع ونصحوني بزراعة قوقعة من شركة كوكلير. استغرقت الفحوصات فترة معينة، وتم زراعة القوقعة بعمر 2.5 سنين على يد أطباء عراقيين أكفاء. من بعد زراعة القوقعة ليث يعني بدأ يستجيب للأصوات الخارجية، يعني كان بعالم وصار بعالم ثاني، يعني بدأ يعيش مثل أي طفل عادي. من بعد عملية زراعة القوقعة بذلت جهد ودربت ليث على النطق بالتزامي بالنصائح اللي قدمت ليها مدرسة النطق، وسجلت بمدرسة عادية. أحب أوجه رسائل للأهالي اللي أولادهم فاقدين حاسة السمع. أول شيء يبدون بالزراعة المبكرة للقوقعة، وثاني شيء التدريب على النطق كلش مهم. الشغلة الثالثة أنه يتجهون إلى شركة قوقعة رصينة.